فن تراثي وعصري قدم من أيدي شابة. رحب الدار العراقي للأزياء بمهاراتها وطاقاتها، إذ قدمها بتشكيلة تنافس مثيلاتها كدور عرض الأزياء الأجنبية أو العربية. تخريج هذه الدورات المتتالية أن نشجع على ثقافة اقتناء المنتوج الوطني، ثقافة تكريس رموز التراث العراقي على الملبس العراقي أيضا، وأيضا منافسة المنتوجات الأجنبية التي تغزو الأسواق العراقية. يعني يمكن في مجال الملابس والأزياء، الأزياء التركية أو الصينية منافس قوي. دورة مال دار الأزياء عبارة عن شهرين، شهر اللي هم علمونا التصميم وتنفيذ التصاميم والرسم على القماش والتطريز وكل ما يخص التصميم، والشهر الثاني هو عبارة عن مشروع تخرج، شهر كامل تحضرين مشروع تخرجك على مود الشهادة اللي هي هاي الشهادة اللي أنا كياسمين أحسبها أحسن الشهايد كتصميم أزياء. دورة فنية أتاحت الفرصة لكل المهارات أن تعرض إبداعاتها وأن تعبر عن أفكارها دون أن تحددها بعادات وتقاليد المجتمع المعروفة، إذ إنها وصفت بأزيائها التراث العراقي وصفا احترافيا ودقيقا. الصراحة هنا يفتحون كل المجال، التصميم ما إلى أي حد، الفكرة اللي تجي لبال المصممة أو بال الواحد يعني هو ينفذها مهما تكون، يعني من بوع كتقاليد أو عرف أو شيء، لا نطلع التصميم مثل ما إحنا اللي نريده. مصممو الأزياء يرجون من وزارة الثقافة بأن تستغل هذا الفن وهذا المزج الفكري المعبر عن تراث العراقي القديم والحديث، حتى يظهر العراق بهذه الإبداعات الشابة بأحسن وجه للموضة والأزياء. نتأمل أنه نلقى من يعني يأخذنا ويحتوينا ويكون لنا منجز لهذه الأفكار، حتى إحنا نكون وجه للعراق لأفكار جديدة، وأيضا حتى نوصل الفكرة بأنه العراق متطور، العراق منتج، العراق أصيل، لأنه أفكارنا كانت أصيلة وغير مقلدة وكانت بلمسات مستحدثة مثل ما لاحظت بالأزياء اللي أنا نفذتها. يبقى الفن والثقافة ميزة بغداد عاصمة الجمال، فبالرغم من الأوضاع التي تمر بها البلاد من تصعيدات سياسية وأمنية، إلا أن الدار العراقية للأزياء لم تتأثر باستمرارها في تقديم الموضة التي تحاكي إلى حد كبير صيحات الأزياء العالمية. ضحى عنبر، قناة الرشيد الفضائية.